اديني اختصار لغايه ما رفعت كاس افريقيا يا كابتن. طيب باختصار كده، بدينا الموسم يوم 2/7 بالظبط بعد ما اتكلفت بمهمه التدريب. يمكن الفرقه كانت موجوده معانا، المنتخب وكل حاجه، قدرت اجمعهم مع الدكتور حسن، قدرنا نحط ملامح الموسم. انا كنت مصمم على 3 بطولات بس العبها، اللي هي دوري وكاس وافريقيا. البطوله العربيه كانت في شهر 2. كتير قوي من الناس قالوا لي ليه ما دخلتش البطوله العربيه، ما ينفعش ابدا ان انا ابقى في شهر 2 و3 و4 اشارك ب4 بطولات، دي صعبه جدا على الوقت. فانا صممت على 3 بطولات اخدهم، يعني المنافس عليهم. فصممت مع الدكتور حسن برنامج ان احنا هنمشي عليه لغايه لما نعرف ملامح الماتشات هتمشي ازاي. الحمد لله يعني توفقت في شكري ان انا جبته، وتوفقنا طبعا في رجوع كابتن فريق عبد الله عبد السلام اللي كان ليه دور كبير جدا طبعا مع كل المجموعه ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي. قدرنا الحمد لله ان انا والدكتور حسن نعمل خطط بتاعتنا. لعبت الدوري، لعبنا الاول خالص لعبت المنتخب، راحت المنتخب، ودي كانت طبعا شويه انا كان يهمني قوي ان احنا نمشي كلنا مع بعض. برافو، صح. قلنا في شهر 2/11 بالظبط، يوم 2/11 ابتدينا كلنا مع بعض بقى صبح وبعد الظهر، يعني 2/7 ل 2/11 تقريبا ما اكتملتش. لا شهر ونص كده ولا حاجه، المنتخب راح 5 6 اسابيع وبعدين رجع لي تاني. يوم 2/11 بالظبط الحمد لله الفرقه اكتملت، ابتدينا بقى تمرينات صبح وبعد الظهر. ما اقولكش يمكن في خلال حديثي مع عبد اللطيف قال لي احنا اتمرنا السنه دي كتير جدا يا كابتن ميزو، مش كده يعني. وعايز اقول لك مفاجاه كمان، ان انا يعني اليوم من يوم 5/3 الفرقه دي لغايه 5/4 ما فيش يوم اجازه خدوه لغايه دلوقتي. فانا يعني فالحمد لله بيهز راسه وبيلعب بيقول لك ايوه حصل. فالحمد لله يعني الولاد، انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على المجموعه الرهيبه دي، انا راهنت عليهم. صحيح. راهنت على اللعيبه. الحمد لله بدون شك مجلس الاداره كان ليه دعم كبير جدا عشان تكون مجلس اداره. هم النادي الاهلي والله العظيم، والله بدون يعني هم الاثنين كانوا تدعيم رهيب لمحمد مصلحي. وعايز اقول لك ان الكابتن رؤوف يعني والكابتن محمد الغزاوي عملت معاهم سلسله اجتماعات، والله يعني اللهم صل على النبي، كانوا دعم رهيب لمحمد مصلحي يعني ما شاء الله. وبعد كده نبقى نكمل يعني بطولات، والحمد لله ربنا كرمك بشكل كبير يا كابتن، وبرغم ان كان في صعوبات في النص. يعني اهم حاجه الصعوبات يعني هي الاصابات. الاصابات يعني اصابات مش شد ولا حاجه، لا كان كلها ركب وانكل وحاجات كده. كنا على وعد في بطوله افريقيا بالصليب سبحان الله، بس ده الحمد لله رضا. الحمد لله ان شاء الله قد بيرجع احسن من الاول. نصيب يمكن اجي لك كمان عن موضوع الاصابات، انت افتتحتها السنه اللي فاتت ما شاء الله، ويمكن قبليها كمان، بس احنا تابعنا معاك وشفنا قد ايه انت اتالمت وقد ايه انت جيت على نفسك. يعني ما شاء الله عليك، انت عليك يعني ليك مكانه كبيره جدا جدا عند جمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك. والله موضوع الاصابات يعني بحاجه بتاعت ايد ربنا، يعني مش بايدينا حاجه. المهم نتغلب عليها ونتحداها ونقدر واحده واحده نرجع. طبعا بشكر ناس كتير وقفت معايا، طبعا مجلس اداره الموجود السنه اللي فاتت والسنه دي، وطبعا الجهاز كله، دكتور هيثم وقف جنبي، وفي ناس كتير وقفت جنبي انا بشكرها جدا. واهم حاجه في تحدي بينك وبين الاصابه عشان تقدر ترجع احسن من الاول. ما حصلش كده لحظه قلت لا واحسن. اول ما اتصبت، اول ما اتصبت في الاوضه قلت شكلها كده خلاص وبتاع، وفي ناس قالت لي لا ما اعرفش ايه، لا واحده واحده. وتحديت وكنت نفسي ابقى مستواي احسن من كده. لا بس اقول لك على حاجه، ما شاء الله والله، يعني انا اكلمك بامانه ربنا يحميك، انت راجع بدنيا شكلك احسن من قبل ما تتصاب والله. يعني انا شايفك داخل عليه ما شاء الله، ما بقولكش الكلام ده، احنا راضيين وعارفين لما نخش علينا لعيب نقول ده فورمه بامانه. كابتن ممكن اتدخل في الموضوع ده؟ اتفضل. يعني هو دلوقتي سافر المانيا، هو لعلمك لسه ركبته فيها زي كيس دهني كده ولا حاجه بيورم. المهم يعني قال لي الدكتور قال لي 50% 50%. انا قلت له في التليفون انا مش خلاص انا مش هعمل حسابك، انا يهمني سلامتك قبل اي حاجه. برافو. قال لي لا انا هشارك، يعني هشارك في البطوله. وجالنا من المانيا على بولندا على المعسكر على طول. الولد يعني بمنتهى الامانه انا بشكره جدا، تحمل على نفسه. وحتى جيت في بعد ما شكري اتصاب وعبد العالي اتصاب وقطب اتصاب، قلت له شكلي كده هتقل عليك في قبل النهايه والنهايه. هسند عليك شويه وحصل. لا وعلى فكره بعد اصابه قطب ونزل لعب، لعبت في مركز 2 تقريبا، مركز 2 وقفلت. هو كابتن ميدو ما كانش راضي ينزلني لان انا حاسس بيه، انا حاسس ان هو يعني قطب جاله يعني وقع وهو وقع في نفس الحته. فقلت لعبد الله بعد ما قلت له سخن نفس المكان نفس المكان قلت لعبد اللطيف اسخن انت عشان ايه تنزل مكان. هو راح قال لي لا انا هنزل.
ونزل وجاده والجيم خلص يعني والحمد لله. انا بقول لك انت